الخير. آه انا احمد شعبان كو فاوندر اند سي او شركه سيمبلكس. سيمبلكس حلم بدا من 10 سنين. كنت لابس تيشرت دي في الديمو داي بتاع فلاتكس لاب، كنت بايع 6 ماكينات وكان اقصى حلم ممكن اوصل له هو 600 ماكينه. انا فخور وانا واقف قدام حضراتكم وبايع 2250 ماكينه، وحلم النهارده 100,000 ماكينه. مبيعاتنا بس انت كاتب 10,000 تجو. اه لا ده الحلم الميديا بتر. مبيعاتنا 650 مليون جنيه في العشر سنين اللي فاتوا. قدرنا في العشر سنين دول نصدر لأكتر من 19 دولة. قدرنا كمان نصدر لأوروبا. أكتر دول اللي بنستورد منها مكن إحنا صدرنا لها مكن. الماركت سايز بتاعنا أكتر من 4 مليار دولار سنويا. الشرق الأوسط وأفريقيا بيستورد أكتر من 500 مليار دولار مكن. إحنا بنصنع 8 أنواع، بنبدأ بالسين سي راوتر. 500 مليون ولا 500 مليار؟ 500 مليون دولار. بنصنع السين سي راوتر ماشين، والسين سي بلازما، والسين سي ليزر فوتو اللي موجودة معانا واللي بتشتغل في مجال الدعاية والإعلان. قدرنا كمان ان احنا نصنع الفايبر ليزر كاتينج ماشين، ودي اهم ماكينات تكنولوجي اللي بتقطع في المكان معدن الحديد والستانلس والنحاس. كمان عندنا الويلدينج ماشين اللي هي موجودة معانا، فايبر ليزر ويلدينج ماشين، والماركينج ماشين اللي بتستخدم برضو في مجال الدعاية والإعلان، والسين سي ميلينج أو الفرايز. وكمان حلمنا إن إحنا نقدر نصنع التنايات أو البريس بريك. إحنا في سيمبلكس في العشر سنين دول ب 128 موظف قدرنا إن إحنا نطلع من مبيعات 800,000 جنيه في أول سنة لأكتر من 160 مليون جنيه السنة دي، بمعدل أكتر من 200% جروث سنوياً. عشان كده الاسك بتاعنا ان احنا ناخد 50 مليون جنيه مقابل 6% من حضرتك. اشكرك والله امبرسيف. بس انا عايز ممكن تديني مقارنه بين المنتج بتاعك والمنتجات التانية اللي موجوده سواء في المانيا سواء في انجلترا سواء في اوروبا. انا اقدر اساعدك في دي عشان انا بستعمل المكن بتاعهم دلوقتي بقى لي 5 سنين. هم من اهم الحاجات اللي عندهم ان عندهم هم البرودكت بتاعهم صح. عندي المكن ده كله، مكن السي ان سي الخشب ومكن السي ان سي الليزر، والكواليتي بتاعتهم كويسه. والسيرفيس بتاعهم ده اهم حاجه، وده اهم حاجه في موضوع المكن انك يبقى في افتر سيل سيرفيس. الافتر سيل سيرفيس عندهم يعني كويسه، فدي من الحاجات اللي مهمه جدا. احنا بنبيع للعميل كومبليت سوليوشن. حضرتك احنا فخورين ان احنا موجودين جوه موبيكا، موجودين جوه مصنع سويدي كل مصانعه، موجودين في كل الشركات تقريبا الكبيره موجوده في مصر. احنا عندنا 3 فيرجن من برودكت. ورشه صغيره بتفكر تفتح، حد شغال يده وبيعمل قايمه عايز يحدث يجيب سي ان سي، فاحنا بنبيع له مكنه تقريبا الافريج برايس بتاعها 200,000 جنيه. عندنا اب تو 10 مليون جنيه للمصانع الكبيره. في كل شركات المقاولات الكبيره احنا موجودين، كل الشركات المتوسطه موجودين. طيب ايه الفروقات؟ حضرتك اول حاجه السليكشن بتاع المكنه، انت ازاي تختار مكنه؟ دي حاجه مهمه جدا جدا. لما المكنه المستورده بتيجي انت مجبر على اللي جاي في الكونتينر ايا كان السايز بتاعها، لكن احنا بنكستمايز، احنا ترزي بس سمارت كاستمايزيشن من غير ما ناثر على الماس برودكشن بتاعنا. كمان الناحيه الثانيه الكومبوننت اللي احنا بنستخدمها، المكنه اللي بتيجي من اوروبا وليكن مليون جنيه، احنا بنبيعها تقريبا هي بنص مليون جنيه. طب الكومبوننت ايه الفرق في الكومبوننت؟ ذا سيم كومبوننت، يعني هو بيستخدم شنايدر. انا او ام لشنايدر من 2013، وتقريبا في الميدل ايست الوحيد اللي بشتغل الاو ام اللي شغال في مجال السي ان سي. خدنا تريننج في المانيا وفي فرنسا على استخدام المكونات بتاعت شنايدر جوه مكان السي ان سي. الكومبوننتس كلها احنا بنركز، عندنا ار ان دي تيم عينه على وليكن سلفانين بيستخدم ايه موتورز، نحن بنستخدم نفس الموتورز، بيستخدم ايه في السبيد، وبنرفع كل شويه الحاجات دي. الحاجة التانية الافتر سيل سيرفيس، احنا عندنا 24 مهندس موجودين في المحافظات، احنا مش موجودين جوه القاهرة، لا احنا موجودين في الصعيد، في اسكندرية، في الدلتا. حضرتك بتكلمني بالتليفون، عندنا كاستمر كير سنتر 48 ساعة ماكسيمم لازم ابقى موجود قدامك. تقريبا قد ايه التصدير من الريفينيو بتاعك؟ تقريبا 10% دلوقتي. فتحنا في السعودية، موجودين في الرياض مكان ثابت، وهنفتح دلوقتي كمان في الامارات. والتصدير بالنسبة لنا في آخر سنتين ارتفع جدا، لكن احنا بنصدر من 2014. يعني أول مكنة صدرناها العراق وليبيا السودان. بس 10% ما يدينيش ان انت منافس قوي بره يعني. الماركت سايز هنا حجمه كبير جدا.
مش هركز في التصدير قبل ما الاول اقدر اكنترول الكواليتي والافتر سيل سبورت السريعه، ولو رحت بموديل اروح بره بنفس الكواليتي بتاعتي. برافو. يعني كلمتني اوصل لك الدمام بسرعه لو انا في الرياض، ده اللي انا عملته. المكنة أهم من إن أنت تشتريها، في شركات كبيرة جدا مش فارق له المكنة، فارق له إن أنت مش هتوقف، هو دي أهم حاجة. الحاجة التانية تريننج، حضرتك في شركات كتيرة صيني أو كذا، أنت لو اتكلمت معاه بالتليفون هو مش هيعرف يدرب لك الناس بتاعتك. ده نفس الحاجة اللي احنا بنلعب عليها، أنت في السعودية عندك 6 ساعات فرق ما بينك ما بين الصين، أنا لو بدأت 12 الظهر هي 6 المغرب هناك، فهو موظف بتاعه روح خلاص، لكن أنا كلمتيني 6 المغرب انا كمان 6 المغرب هي اللي موجوده. فاحنا لما فتحنا في السعوديه الصيانه بتوعنا موجودين في السعوديه برضه. انت مقيم الشركه بمليار جنيه، 800 مليون جنيه تقريبا. انت مبيعاتك كام حاليا؟ 160 مليون لحد دلوقتي السنه دي، وتارجتد ان احنا نقفل على 200 مليون، من 200 ل 220 مليون. ال 200 مليون دول هتاخد منهم ارباح قد ايه تقريبا؟ احنا بنعمل جروس بروفيت من 35 ل 40%، نت بروفيت من 20 ل 25% على كل برودكت. احنا بروفيتبل من 2013، عمرنا ما حرقنا، بنعمل جروسنج هيلث جروسنج سنه على سنه 20% من 200 مليون، يعني 40 مليون جنيه اضربهم في 5. لا الايبيدا بتاعته بيقول 35%، الايبيدا بتاعته 70 مليون. 40 5 الايبيدا 35 70 70 مليون. لا 70 ده جروس، ده جروس. جروس الايبيدا كام؟ ممكن تبقى 30 30%. بس النت برودكت والنت بروفيت 20 يعني سبلاير. مبيعاتك السنه دي متوقع 200 مليون، من 200 ل 220 مليون. طيب هتستورد بضاعه، هتستورد خامات بقد ايه السنه دي؟ احنا بنستورد تقريبا من 30 ل 35% من حجم البضاعه بتاعتنا، من حجم المنتجات اللي احنا بنستخدمها، والحمد لله عشان التصدير اللي احنا بنطلعه فما عندناش مشكله، لان الحصيله بتاعتنا بتوازي دايما اللي احنا بنستورده. يعني انت بتستورد حوالي مثلا بتاع 2 مليون دولار في السنه تقريبا. طيب انت هتاخد المبلغ ده تعمل بيه ايه؟ احنا حاليا بنبني مصنع في العاشر من رمضان، والفلوس دي معاها كمان في جرانت احنا واخدينها 1,250,000 يورو، لسه يعني ديو ديليجنس بتاعها في شهر 11 ان شاء الله ممكن يقفل. فالمبلغين دول على بعض منهم 25% بنى المصنع، من 25% للكومبوننتس، لان احنا الاوردرات اللي احنا بناخدها دلوقتي تقريبا بنرفض ذا سيم نفس الكميه بسبب ان احنا ما عندناش ستوك، ما عندناش بضاعه حاضره. يعني حضرتك سويدي دايما الو انا عايز مكنه النهارده، ما تكلمنيش ان انت هتقعد لي 60 يوم ديليفري، فده بنخسر كم كبير جدا جدا من الاوردرز بسبب ده. فاحنا عايزين نبني ستوك عندنا، فده 25%. 25% من الار ان دي خصوصا الفايبر ليزر، فايبر ليزر وصلت الناس ان هي تشتغل لحد 30 كيلو واط، احنا اللي صنعناه من 3 لحد ماكسيمم 6 كيلو واط عندنا، فعايزين 25% موجوده منهم، وال 25% الثانيه اكسبانشن منها 15% و10% للتيم. التيم كل ما بنطلع بره اكتر انت عايز تيم الكواليتي بتاعته اعلى. قول لي حاليا الشركه مستلفه حاجه؟ مستلفين من بنك الاهلي. مبلغ قد ايه؟ 10 مليون جنيه. وحاليا مصنعك فين؟ حاليا في مؤسسة الزكاة، المكان اللي احنا بدأنا فيه من 5 سنين. بس كده بتصنع كام نوع مكنة؟ بنصنع 8 أنواع ب 28 موديل. يعني بتصنع من دول؟ لا لا حضرتك ده بكل موديلاته، ده نوع، ده الليزر سو 2 نوع، ده نوع. وده نوع، وده نوع، ده نوع، الراوتر نوع، البلازما نوع، الميلينج نوع، الفايبر ليزر نوع. 8 أنواع. 8 أنواع. ما بتقول انت عاوز تعمل تنايات؟ ان شاء الله نعملها. احنا زرنا مصانع في اوروبا، ويعني في اوروبا كتير وفي الصين كتير، انا ما شفتش اي معده موجوده عنده هي مش موجوده عندنا، ما فيش اي معده. انا كنت عاجبني قوي الكواليتي كمان بتاع التصنيع. الحمد لله، كان نفسي جدا، مش شايف حاجه عنده هو في مصنعه كمصنع تنايات انا ما تبقاش عندي. هو عنده فايبر ليزر وتنايه وار ان دي تيم، او كمان بيشتري الديزاينز، في ناس كتيره فيهم بتشتري الديزاين. وكومبوننت كلنا بنستخدم ذا سيم كومبوننت، يعني مش بيصنع كومبوننت، هو بيشتريها الموتورز من شنايدر او من سيمنز، الهيدروليك من بوش او من كده، كنترول من فانوك. الفلاسك دي انت مصنعها؟ ده لا ده برودكت بيطلع منها. ايوه دي بتتصنع من المكنه دي. بالظبط. حاجات كتير، حاجات كتيره جدا في الدعايه والاعلان، كل المنتجات اللي بتشوفها حضرتك دلوقتي كلها سي ان سي. احنا عملنا هاب عندنا تريننج سنتر، اني انا ممكن موبيكا بتطلع برودكت غالي جدا، بس الفينش والديزاين والنو هاو مختلف تماما. حد بقى عنده مكنه صغيره
بتلاقيه مثلا عمل الكرسي شكله حلو بس نجده غلط او بلون تاني وحش او دهنه لون وحش. فاحنا عملنا ايه؟ بقينا نعمل ديزاين اكاديمي، بناخد الناس ندربها على النو هاو بتاع الديزاين، ديزاين كونسبت، انت ازاي تطلع برودكت شكله حلو وتفنشه حلو وتغلفه حلو. في شركات كتيره جدا منهم بدات تصدق، كتير جدا منهم. هيقطعوا عليك يا محمد. يا ريت. ممكن المشكله اللي هتقابله مشكله انا جايبهم في المدارس كمان عندي جدا. احنا عندنا 12 مكنه جوه موبيكا الحمد لله. المشاكل اللي هتقابل حضرتك لو هو عنده ماس برودكشن وعنده مشكله كباستي، لما يجي يطلع الكباستي دي اوت سورس هو مش هيلاقي حد يشتغل مع ذا سيم كونسبت. نفس الحدوته السويدي، لو طلع لوحه كهرباء مش هيلاقي حد بره يعمل له لوحه الكهرباء بنفس الكواليتي اللي هو عايزها. فاحنا بنعلمهم ازاي انت لما تعلي الكواليتي بتاعتك ازاي تبيع للسويدي، ازاي تبيع للموبيكا، ازاي تبيع لدول، وازاي تصدر، وازاي تنافسهم، وازاي تعمل ديزاين شكلها قوي. فده احنا بنعتبر ان هو انت بتعمل بزنس ديفلوبمنت للماركت. يعني احنا كمان عندنا ناس بتعمل بزنس ديفلوبمنت للعملاء، يعني احنا بنبيع شغلهم، وده بنعمله ويب سايت دلوقتي ان احنا نبيع لهم شغلهم فيشتروا مكان اكتر. عملنا دلوقتي اتفاقيه مع احد يعني الشركات الكبيره جدا في الماركت اللي بتبيع فرنيتشر اونلاين. هو عنده مشكله الكباستي، هو مش لاقي الناس تديله عفش. هو الكرسي ده انت اللي عامله؟ لا لا، ممكن ده المكان من ده. أيوة المكنه يعني بتاعتنا. يعني ده المكنه بتاعتنا. المكنه بتاعتنا مكنه بتاعته بس ولا بيخش اكتر من مكنه؟ اكتر من مكنه. بس هو يعني كان عنده مشكله ان الكيرف ده هو لو حب يعمله على مكنه مثلا بتيجي من اوروبا اتمنى 100,000 دولار، احنا بعناها بحوالي 25,000 دولار. يعني احنا عندنا ار ان دي تيم، لو انت حضرتك اللي انت عايزه مش هو الستاندرد برودكت بتاعنا تعملوا تيلر ميد. عندنا ناس بقى بتعمل ده شغلانتها كده، تقعد تعمل لك الديزاين ونقعد نجرب لحد ما ندي لك ده. عندنا برودكت لاين لكل يعني نوليدج هاب مثلا، احنا اشتغلنا في الجامعه على الديزاين بتاع المعمل، ازاي الناس الطلبه تدخل المعمل تلاقي المكنه مش بس مكنه موجوده او يعني حاجه موجوده من غير ديزاينز، من غير حاجات هم يجربوا بيها. فعندنا برودكت لاين للجامعات والمدارس والحاجات دي والمعامل، وعندنا برودكت للمصانع. طب انتوا ما فكرتوش تعملوا روبوت؟ فكرنا، بس الـ انا شايف ان احنا الجروسنج عندنا حجمه مهول، نعرف نوصل ل يعني مليار جنيه في خلال سنتين بسهوله. ففوكسنج اكتر على الحاجه بتاعتي، اخليها ويل استابليشد واقفه على الارض، التيم قادر يوصل لها، بعد كده اتوسع. لكن انا دلوقتي بتوسع فيرتيكال ماركت تاني وبرودكتس، انا يعني بسهوله اعرف التيم بتاعي يعمل 2 برودكت نفس الحاجه. بلان كويسه طبعا، عندك حق، التركيز 100% مظبوط. احمد اهنيك على الشغل اللي انت عامله، وانت عندك شركه قائمه والحمد لله بتكسب، يعني الحمد لله حاجه جميله جدا. وبرضو الفكر ان انت مش عايز تزود من الاس كي يوز وتجرو، يعني تتوسع في ماركتس تانية بنفس الموديل، دي حاجه برضو جميله. الحمد لله ربنا يخليك. بيت اوفر ولا لا؟ ما عنديش اوفر. يعني اوت اوت اوت. انا هديك نفس الاوفر اللي طلبه على 18% من الشركه. هقول لك ازاي انا حسبتها. فالويشن على الابيدا ملتيبلاير زي ما ايمن بيقول، ملتيبلاير 5 از ا فيري فير ملتيبلاير. لو انت هتحقق فعلا سبجكت، انت هتحقق 200 مليون او 220 مليون السنه دي، يعني هتعمل ابيدا مارجن حوالي 60 مليون. هديك ملتيبلاير عليهم 5 هيعملوا 16.7، يعني 18 مليون، 18% على ال 50 مليون. برضو انا يعني قبل ما ننتقل للنقطه دي، انا عارف ان حضرتك بتشتغل في مجال ايه. احنا مؤخرا بدانا ندخل بنشتغل مع قطاع الترسانه البحريه والسفن. احنا بنبيع مكن بلازما لحد دلوقتي 3 متر او 4 متر عرض في 36 متر طول، فده هيخلي المارجن عاليه جدا وهيخلي حجم الاوردر. يعني احنا شغالين مع مصريه لاصلاح السفن مثلا، الاوردر الواحد ممكن المكن تبقى ب 40 مليون جنيه، وده اللي احنا نشتغل عليه السنتين الجايين. ان احنا قطاعات الكبيرة اللي احنا ما كناش بندخلها كانت بتجيب مكان مستورد عندها نفس المشكلة بتاعت الدولار، واني انا ممكن ادفع في المكنة دي مليون دولار او مليون ونص دولار، ازاي انا بحاله ب 300 او 400 الف دولار. فانا دايما بحط الارقام بتاعتي متشائمة جدا،
من يوم ما بدأت. لا بس أنا بتكلم على السنة دي. السنة دي السنة دي أنت محقق 200 مليون إن شاء الله، تعمل 200-220 مليون. الإبادة بتاعك هيبقى 60 مليون إن شاء الله. ملتيبلاير 5 اسفير على السنة دي. السنة الجاية ده بروجكشن، الله أعلم السنة الجاية إن شاء الله يبقى أكتر من كده بكتير جدا، يبقى أضعاف الأضعاف إن شاء الله. بس هننزل بيها بقى في السنة الجاية لو إحنا حققنا الرقم؟ لا، لأنه السنة الجاية لو حققت أو لو ما حققتش هتعمل إيه؟ هناخد الأوفر. لا انت لو حققت هتعمل هو استفاد بيه يعني. انا كنت هدي لك اوفر على 25% مقابل المبلغ ده. ده الحسبه بتاعتي. مش مالتي بلاير 4 او اقل من 4. ده الحسبه بتاعتي. انت عارف في موضوع الصناعه والمكان دوت، بس كنا هندي لك اكسبانشن بلان اكتر بكتير، ان احنا نحاول ندخل في الروبوتس وندخل في حاجات تانية. وكنت هبقى عايز يعني كرسي على البورد. اوكي، فهو مديك اوفر احسن. اوفرز ممتازه الحقيقه، جد منتج ممتاز يعني ومستقبل باهر يعني. بس هي اي كانوت كومبيت مع الاوفرز بتاعتكم. ام اوت شوف برضو. انا يعني بصراحه بجد بجد يعني very proud of you يعني على نظافة الصناعة والمنتج والافتر سيل سيرفيس والكلام ده. ولكن برضو في نفس الوقت أنا مش عارف أكمبيت مع، أنا كان عندي أوفر في دماغي أقل من الأوفر. ممكن أسمعه؟ ما هو أقل من برضو أسمعه ممكن. هو يعني زي أوفر بتاع حمادة. طيب مش مهندس أحمد، ممكن أسمع الأوفر بتاع حضرتك برضو؟ هي طبعا الاوف ده مختلف عنهم، ان انا في الصناعه يعني، وانا يعني عشان كده متحمس لازم اسمعه. طبعا انا عارف الجروس كويس والمستقبل مستقبل كويس. طبعا انا شايف ان ممكن ندي الاوفر 50 مليون بس حوالي 30% من الشركه، نبدا نحط اجريسيف بلان فور ذا نيكست 5 ييرز هاو تو ريتش اللي هو 1.5 بليون او 2 بليون يعني ان شاء الله. انا ممكن اقول حاجه هي مختلفه بقى يعني، ما اعرفش. انا حلمي جدا جدا ان باشمهندس احمد بالذات يكون معايا، لان من يوم ما بدات الشركه وانا هو ده خيالي يعني، حاك الرول موديل بتاعي. ربنا يكرمك. ده انت سابقنا. لا لا خالص، بالعكس والله. ربنا يكرمك. فانا عندي استعداد حق 18% على اللي انا عايزه. انا عندي استعداد 20% على اللي انا عايزه، ومفيش مشكله ان حضراتكم تاخدوا كورس على البورد، بس حضراتكم تكونوا معايا باشمهندس محمد، باشمهندس احمد وحضرتك. ولو حضرتك جدا 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 عايز تدخل على الاوفر ده، انا هبقى سعيد جدا. انا مش هقدر اكلم احمد بقى، انت اللي هتقول، انت اللي هتقول عليها هيمشي حقيقه. انت اللي هتقول عليها هيمشي. شايف ان التقييم على الشيف 100 على 50 مليون تقييم عالي، بالذات ان انت، انا بتكلمش ان انا انفستر، انا نوت انفستر، هنشتغل زينا زيك بالظبط. انا ممكن اقنع احمد انه بدل 30% تبقى 25% مقابل المبلغ ده. انا بتكلم عن نقطة معينة، انا كده 30% مقابل 50 مليون باوندز، خلاص ان احنا نحط اجريسيف بلانز فور ذا نيكست 3 ييرز، نركز جامد جدا على مصر والمناطق اللي حواليها طبعا كلها، ونعمل طبعا ريبراندنج الموضوع، ونضيف صناعات اخرى. طيب ده بالنسبه لي اوفر النهائي. طيب انا ممكن وانا اتمنى اكون معاك. لا ده شرف ليا جدا جدا كده كده معاك يعني، اي حاجه احنا معاك. انت ناس جمال يعني، ربنا يخليك. ناس الواحد يفتخر بيها ان هو بيقابل ناس زي كده، والله بجد حاجه الواحد يفتخر بيها. ربنا يخليك. زائد اللي هو ان احنا نقدر نجيب قروض ونقدر نجيب تسهيلات طبعا. طيب انا استاذنكم ممكن اخد راي شريك؟ اتفضل. طبعا بجد برافو عليهم، حاجه مبهره. لا حاجه مبهره، وبعدين جاي كاش فلو بوزيتيف، جاي بروفن الكونسبت بتاعه، بروفن عنده 6-7 مكان، ده ممكن يكون احسن واحد جالنا بالظبط. 5%. طيب انا هعتمد على حضرتك، هتعرف تقنع الباشمهندس احمد على 25%.
طيب انا عشان انفستر اللي معايا انا ما اعرفش اطلع فوق ال 20 بس ال 5% انا حضرتك هتاخدها مني انا وانا موافق جدا جدا ومش متضايق من حاجه. برافو عليك. مقابل ان حضرتك تدخل معانا. برافو عليك. طب معلش يا احمد عشان خاطر طب انا هقول لك حاجه. انا بس عايز اقول له حاجه. انت اقنعه بس انا عايز اقول لك حاجه. انت من مصلحتك ان هو يبقى عنده انترست زياده في الاخر. فكر فيها هي مش مشكله انا عندي قد ايه من الكيكه. مشكله الكيكه قد ايه. فهو لو هيقدر هكبر لك الكيكه. لو هيقدر انت بتقول ابقى عندي مليون. انت كنت عايز تبيع بمليار جنيه في سنه. لو هو خلاها 2 مليار جنيه في سنه يبقى انت النهارده مصلحتك ان هو يبقى ب 30%. انا مش ده رايي انا. انا غير كده. هو لو وافق على ال 25% حقه حاجه جميله ومتهيألي حماده ممكن يقنعه. ولكن انا بقولك ايه اللي احسن لك. طيب انا مش معترض على النسبه. يعني مش فكره ال 5% مش هي المشكله من 25 ل 30. بس في حقوق انفسترز موجودين. اوكي اللي انا عرفت اضحي بيه عرفت اضحي بيه من نفسي. يعني بس اللي انا ممكن اقوله لك بس اوكي ان انا برضو مصر على ال 30 بال 50 مليون وهوفر لك المصنع والارض والتسهيلات كده الاول. طب نضيف عليها حاجه؟ اتفضل. بوسه. لا ان انا يبقى من حقي كسمبلكس ان انا ابقى متولي صيانه وقطع غيار والسبلاي لمصانع حضراتكم. طبعا اي شيء ممكن ان انت تكون كومبيتيف فيه ولينا ولغيرنا هساعدك فيه 100% طبيعي. مش يعني قصدك ايه تاخد الصيانه لا. خارج اجهزتك. يعني المصانع موجود فيها مكان كتير جدا. عايز تاخد الصيانه بتاعتهم. عايز اخد الصيانه وقطع الغيار وتجديد المكن ده فيرست رايت تو يوزر. حضرتك انا في الاخر حد الاوفر ندي لك فيرست رايت تو يوزر. بص انا اقول لك بس انا بقول لك بصوت معينه اللي انا بقى اللي انا متوقعه ان احنا نحط بلان كويسه الفتره الجايه دي. انا عندي 20% عليها. اوكي حضرتك انا اديتك 5% منهم. اوكي انا ما اعرفش اديك 10% كده انا مراتي هتولع فيا. بس عايز انا ممكن ادي لك 7.5 بالبتوع يا قلب. بس عايز اقول لك على حاجه. 10% بتوعك صدقني هيبقوا ابرك. مين ياخد الباقي؟ طب مين يعمل الباقي؟ 10 مرات من ال 20% اللي موجودين. الانفسترز عندي. الانفستر عندي احنا 3 شركاء كوفاوندر. عندنا حوالي 66%. والباقي في جزء لرايد فينتشرز في السعوديه وفي جزء 500 ستارت اب من امريكا وفي جزء فلات سكس لاب او احمد عمر الالفي بشخصه هنا في مصر يعني. وفي عندنا دكتور كريم حسين من الجبرا وعندنا 2 انجل انفسترز صغيرين بس. يعني انت تملك بس 20%؟ انا 22%. وشريكي اللي موجود محمد 22% وشريكنا الثالث اللي هو السي تي او 22%. فاحنا 66%. كل واحد يضحي فيهم بنسبه. هم مش راضيين ولا ايه؟ ما احنا هنضحي كل واحد ب 2.5% دلوقتي فنبقى 27.5. بس ان شاء الله. شكرا جدا جدا. ربنا يخليك. بجد برافو. شكرا جدا جدا. مبروك عليك. ربنا يخليك. مبروك. ربنا يخليك. شكرا جدا. طب انت الراجل ده اللي اداك 17% ولا قلت له اي حاجه؟ لا انا لو ولا كنت هتدور ذكي ولا كنت هتضحي ولا كنت هتضحي ولا حاجه. كان الفلوس هتاخدها كده. مش مهم النسبه على قد ما مهم المستقبل. برافو ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا جدا. لا برافو 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 برافو. The right way to be thinking. لا شاطر شطارة. لا هم اختيار كويسين. صح كويسين. وشاطر شطارة. لا كويس. الله أكبر. يعني صح. يعني أي حد بيبص تحت رجله ما كانش فكر.